السلام عليكم الغزالات، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن حال. إن شاء الله اليوم جيت باش نشارك معكم الورقة المنزلية. من اليوم إن شاء الله ما تبقاش تلقاي مشكل بالنسبة للورقة، يعني كنوجدوها بمكونات اللبسات واللي متوفرة عندنا جميع في بيوتنا، اللي هما هي كن هنايا كناخد زلافة ديال الطحين، زلافة ديال الماء، ناخد شوية ديال الملح، وناخدو معلقة ديال المايزينا، نخلط الكل. هذا هو الخليط ديالنا بعد ما وجد، كيجي على هذا الشكل هذا. المهم غنحتاجو معاه هنايا وجدت غنديرو غنحتاجو الزيت. علاش الزيت؟ باش اي ورقه طيبناها ضروري ندهنوها بالزيت، ولهذا الشيء كنفرشو نديرو ليها واحد الزويف بحال هكا باش نحطو فيها باش ما تنشفش لينا. وتكرم ضروري تفرشو ليها زويف، وتبقاو اي وحده صايبتوها دهنوها بالزيت. غنحتاجو نشرة بحال هكا اللي غنديرو فيها الماء، غنديرو بحال حمام مريم. وغنحتاجو هذه ديال البغرير. بالنسبه لكيفاش غادي نخدمو، غنحتاجو اما هذه اما هذه. المهم انا كيعجبني نخدم هذه، كتجيني عمليه اكثر من هذه لانها كتهز الطحين بزاف، احسن من هذه. نتوما خدموا باي وحده عندكم، ديك الساعه شوفوا كيفاش غادي تديروا. هنا غادي ندير الماء، غنديرو يغلي، من بعد ما يسخن كنحط المقله حتى هي فوق منه حتى تسخن، وكنبدا ندهن بالشيتا. المهم خليكم معايا تشوفوا كيفاش غنخدم. كيف ما كتلاحظوا معايا الماء من بعد ما غلى، كنديروا الطنجره هكا حتى تسخن. بعد ما كتسخن بعد ما تتسخن كنجيب الشيتا وندهن المقله ديال هاد الشكل هذا. هي كتنشف وانا تندهن، تندير الورقه تكون متماسكه مع بعضياتها. كيفما كتلاحظوا انا تندهن وهي تتنشف هكا. متخليوهاش حتى طيب بزاف، كتبان لكم شدات في راسها وحيدوها. كيفما كتلاحظوا معايا الورقه ها هي جدات، شوفوا كيفاش كتحيد. المهم كنستمروا ديال العمليه، بعد ما كنحيدوها ضروري تمسحوا باش ما يبقاش داك الطريفات لتحت باش تجي مزيانه بالشكل هذا. ضروري تعاودوا لما تحت البرتو كوش وحده، ما غاداش تجي رقيقه بزاف، ما غاتجيش باينه كما كتشوفي معايا. خليوها كذلك حتى تطلع. بعد ما وجدات تنحيدوها بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا ورقه كيفاش. بعد ما تطيب تنجيبها تنحطها بحال هكا طمقاده، وندهنها بالزيت باش تبقى زوينه وما تنشفش لينا. عندنا على هذا الشكل هذا. مهم كنستمروا بهذه العمليه حتى نكملوا جميع الخليط اللي عندنا. مهم هذا هو الشكل النهائي ديال الورقه كيف ما كتشوفوا. من اليوم ما بقيتيش تحتاجي تقلبي عليها ولا تبقي دائما حاصله من انك منين غادا تجيبيها. بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش كيف ديما خليوا لايك كومونتير، تابوناو معايا بالنسبه للناس اللي ما مابونينش معايا. السلام عليكم.